يا احمد، وعايزين نقفل صفحه واقعه كابتن محمد فضل وكابتن كهربا تماما. فخلينا نقول تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ الخاصه بالواقعه دي. هو اكد ان الواقعه اللي تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنه الخماسيه في حفل التتويج بالدوري امبارح خدت اكبر من حجمها زي ما قلنا، وقال ان الكل عارف ان العلاقات اللي زي دي بتثير في اطار الاحترام المتبادل، ومفيش اي نيه للاساءه من جانب اي طرف للاخر، خاصه ان الاجواء احتفاليه وتكريم للاهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكوره بعد موسم شاق جدا. وكمان قال كابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الاهلي ان هو حرص على مشاهده الفيديو، فيديو الواقعه اكثر من مره، واستمع لكلام محمود كهربا، وما اكتفاش بده، لا استمع كمان للعديد من زملائه اللي كانوا قريبين منه وقتها، واكد ان لم تصدر اي اساءه في حق كابتن محمد فضل وغير مسموح بده طبعا ايا كانت المبررات. وقال كمان ان كهربا في كل حديثه معاه اكد تقديره واحترامه الكامل لمحمد فضل والعلاقه الطيبه اللي بتربطه بيه، ويظهر انه كان في سوء فهم شكليا حدث بخصوص الواقعه، وده طبعا يعني في رفض قاطع من جانب النادي الاهلي لاي اساءه او اي تجاوز في حق اي من عناصر المنظومه الكرويه. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ وجه التحيه لاتحاد الكره وجميع القائمين عليه، خاصه ان هم تحملوا كتير في سبيل طبعا عوده النشاط الكروي واستكمال مسابقه الدوري بكل درجاتها في ظروف صعبه للغايه، وده طبعا يحسب لكل العناصر اللي تعاونت واعادت الحياه للملاعب بعد جائحه فيروس كورونا اللي سادت العالم وتسببت في الغاء مسابقات وبطولات رياضيه عديده. صفحه واتقفلت. كل اللي يهمنا ان احنا دلوقتي بنفرح وبنحتفل بلقب الدوري ال 42، وكمان مركزين على الهدف الأكبر وهو دوري أبطال أفريقيا بإذن الله نفوز بالبطولة التاسعة.